تويتر وقصة الهروب الكبير من المنصة التي يدعو إليها الجماهير والمشاهير. الجدل لم يتوقف بخصوص مستقبل منصة تويتر منذ إعلان شرائها من طرف إيلون ماسك. منذ ذلك الحين تعيش المنصة حالة من التخبط بسبب الإعلانات المتسارعة بشأن الخطط الجديدة ثم التراجع عن بعضها خلال 24 ساعة في بعض الحالات. حالة عدم اليقين التي يشهدها تويتر دفعت بعض المشاهير أو مشاهير المنصة للبحث عن خطط بديلة إن ساء الوضع، وكثير منهم أعلنوا في حساباتهم أو أعلنوا عن حساباتهم في منصات أخرى في حال إغلاق حساباتهم في تويتر. النائبة الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز كانت من أوائل من بادروا إلى هذه الخطوة، وروجت عبر حسابها في تويتر الذي يتابعه أكثر من 13 مليون مستخدم لحسابها الآخر في إنستغرام. إيلون ماسك الذي استحوذ على تويتر قبل أسابيع لمح إلى نهاية وشيكة للمنصة من خلال نشره الجمعة صورة تظهر الشبكة أو تظهر قبرا عليه شعار الشبكة قبل أن يغرد الأحد أن تويتر لا زال على قيد الحياة، يعني يومين وغير رأيه. المؤسس المشارك لمنصة إيثريوم فيتاليك بوتيرين وجه مستخدميه إلى شبكات اجتماعية بديلة قائلا: اتركوا أفضل الشبكات الاجتماعية تفوز. المتخصصة في الشبكات الاجتماعية وإدارة العلامات التجارية لورين بيتشينغ اعتبرت أن تويتر سيصبح خلال الأشهر المقبلة وبصورة مؤكدة من المحرمات بالنسبة إلى المشاهير، وتعتقد أن المنصة ستشهد رحيل أعداد كبيرة.